بالتأكيد أن العلاقات المصرية التركية لها جذور عميقة حضارية، وفيما بين الشعبين في كل منحة هناك ما يذكرنا بهذه العلاقة والاعتزاز بها، وأتصور أنه كانت دائما كلما كانت علاقة قوية وعلاقة إيجابية كلما كانت هناك فائدة مشتركة للجانبين، وأيضا كانت هناك عوائد إيجابية فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية التي نعيش فيها. طبعا التطورات الخاصة بغزة استحوذت على قدر كبير من الحديث فيما بيننا، وهناك رؤية مشتركة بيننا حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية البالغة الخطورة التي تقع على الشعب الفلسطيني في غزة، أهمية احتواء هذا الصراع وأهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام عدم استهداف أو تعرض المدنيين للخطر من أي جانب. هذه مبادئ، ونحن ننتهك سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس فيه أي ازدواجية أو تفرقة في إطار تطبيق الأحكام. سوف نستمر في العمل بكل جهد لتناول البعد الإنساني المتدهور القائم، وأن نسهم في بعد احتواء هذه الأزمة في إطار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية. بالتأكيد أنه استمرار الاحتلال وعدم وجود الأفاق السياسية بيزيد من صعوبة وتفاقم الأمر، وشاهدنا في الماضي الاضطرابات والصراع وتصاعده وانزلاقه نحو الأعمال العسكرية، وكل ذلك على أرضية عدم تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تناولنا أيضا عديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والاستفادة الكاملة من الموارد، الأوضاع في ليبيا، في سوريا، في العراق، قضايا المياه، وكان هناك اهتمام ورغبة بأن نعمل سويا من أجل الوصول إلى ما يحقق المصلحة الثنائية فيما بيننا، ولكن ما يحقق أيضا مصلحة شركائنا ويؤدي إلى تركيز جهودنا حول التنمية، حول توفير المناخ الملائم لخدمة شعوبنا بشكل يحقق لهم الازدهار والرفاهية. سوف نكثف تواصلنا، والحمد لله خلال المرحلة الماضية تم بالفعل تكثيف الاتصالات على المستوى الوزاري وتبادل الزيارات في فترة وجيزة، كل ذلك للزخم الذي تحقق من خلال اللقاءين الذين جمع فخامة الرئيس السيسي بفخامة الرئيس أردوغان، وكانت التوجيهات وما أكد عليه فخامة الرئيس السيسي صباح اليوم هو العمل بكل صدق وبكل أمانة لتحقيق مصلحة مشتركة بناء على علاقة دائما كانت وثيقة، والسعي لأن تكون لدينا رؤى مشتركة حول كيفية معالجة التحديات المشتركة والأزمات. برحب بمعالي الوزير وأتمنى له إقامة طيبة وسعيدة في القاهرة، وتطلع إلى المناسبات القادمة التي نجتمع خلالها، وكانت جلسة مباحثات أعتبرها مثمرة جدا، وضعت أسس لمواصلة الاتصالات فيما بيننا على مختلف المستويات للتعامل مع قضايا اتفقنا
على أننا تعاوننا حولها سوف يأتي بثمار إيجابية بتحقق مصالحنا ومصالح الاستقرار. شكرا جزيلا، تفضل.